مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناة شوف تي في. نبدأه إذن بقراءة في العناوين. تسجيل هزة أرضية بأكادير، وبالقاضي يؤكد أن هناك خلفية سياسية وراء تعيينات الولاة والعمال، ومديرية التحكيم توقف الحكم عبد الله بوليفا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أكد ميلود بالقاضي أستاذ التواصل السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لشوف تي في أن التعيينات الأخيرة التي شملت بعض الولاة والعمال والتي جاءت مع إيقاع الزمن السياسي الانتخابي ترتبط بالمحطة الانتخابية المقبلة والتي وصفها بالمحطة الصعبة على الدولة ورجال السلطة والأحزاب السياسية. نستمع إلى بالقاضي. لا يمكن أن نقرأ قراءة علمية وموضوعية تعيين مجموعة من الولاة ومجموعة من العمال على بعض الأقاليم أو العملات إلا إذا ربطنا ذلك بالسياق الوطني. هذا السياق الذي يعرف الآن أو يعيش على إيقاع الزمن السياسي الانتخابي، وهناك أكثر من مؤشر يؤكد أن هذه التعيينات ترتبط بالمحطة الانتخابية المقبلة التي ستكون محطة صعبة للدولة والأحزاب السياسية ولرجال السلطة. أولا كالأولية في فئة الولاة أن مجموعة من الولاة تم إعفائهم بسبب تقدمهم في السن، أي أنهم وصلوا أو تجاوزوا سن القانوني أي سن تقاعد، وبالتالي فهذه فئة. الفئة الثانية من العمال هي أولا تضم امرأة، حيث أن العنصر النسوي بدأ يحبو نحو مراكز السلطة، وتمثل ذلك في العاملة السيدة خديجة بن الشويخ التي عينت عاملة بدار بيضاء. هناك ملاحظة ثالثة وهي أن الشباب، أن الجيل الجديد من الأطر بدأ أيضا يزحف نحو مناصب الولاة والعمال، وأعتقد أن هذا مكسب كبير للمغرب الذي يحتاج إلى رجال السلطة أي عمال وولاة لهم ثقافة ليست لها أي علاقة بالثقافة السائدة عهد الراحل الحسن الثاني أو عهد الراحل البصري، حيث أن رجال السلطة كانوا يمثلون سلطة فوق قانون بعضهم وسلطة فوق كل اعتبار، وبالتالي فإن تعيين هذه الفئات من الولاة ومن العمال من شأنه أولا أن يرسخ دولة الحق والقانون، وثانيا أن التعيين من شأنه أيضا أن يصحح صورة المواطن العادي في رجال السلطة. نشير هنا أيضا أن هذه الفئة خضعت لمقتضيات الدستور الجديد، وهو أن التعيينات أيضا تمت بعد باقتراح من رئيس الحكومة ومن وزير الداخلية، وهو ما يعني أن المؤسسة الملكية ذاهبة في ممارسة اختصاصاتها وفق الوثيقة الدستورية، وأيضا أن الحكومة الحالية أيضا ذاهبة نحو الالتزام بروح الدستور، ولذلك فهذه فئات من العمال والولاة سيتحملون مسؤولية كبرى في إنجاح المسلسل الانتخابي المقبل حتى يقطع المغرب مع انتخابات الفساد، انتخابات التحكم، وانتخابات صناعة الخرائط الحزبية والانتخابية. لكل تعيين خلفية سياسية، الخلفية السياسية الكبرى
هي المرتبطة بإعادة انتشار رجال السلطة. لهم كفاءات ولهم قدرات ولهم مناهج، من أولا التزام بالدستور واحترام القوانين الانتخابية وعدم تدخل لحزب على آخر أو لمرشح على آخر، وبالتالي فالخلفية السياسية هي الحاضرة بالقوة في هذه التعيينات. ونشير هنا أن هناك مجموعة من العمال قد تم يعني تغييرهم بسبب مجموعة من الانتقادات الموجهة إليهم من طرف الأحزاب السياسية التي تتهمهم بالتحيز لحزب على آخر، وبالتالي الخلفية السياسية هي حاضرة، وهؤلاء العمال سيكونون تحت مراقبة الدولة وأيضا مراقبة الأحزاب السياسية. وإلى مدينة أكادير التي شهدت رعبا حقيقيا منذ الساعة 10:30 من صباح اليوم، حينما شعر سكان المدينة في مناطق عدة بهزة أرضية جديدة، وهي الهزة التي جاءت بعد هزة أخرى شهدتها المدينة فجر اليوم، وزرعت الخوف في قلوب المواطنين لتخرجهم من بيوتهم ومكاتبهم في مشهد يعيد إلى الأذهان ما وقع في سنة 1961 حينما ضرب المدينة زلزال عنيف. نستمع إلى ألواح أمينة فاعلة جمعوية تؤكد ما شهدته المدينة من رعب صباح اليوم. المهم اليوم راه تحرك أكادير مع العشرة ومع العشرة و26 دقيقة ديال الصباح، ودي جي سيما الأسبوع اللي فات تحرك مع الفجر مع جوية الربعة و4:30 ديال الصباح، ولكن عاود ثاني تحركت اليوم، وفعلا الناس مخلوعين بزاف لأن عاودت الهزة، وهذه تتكون أفيرتيسمون لأن في 1960 تحركت بهذه الطريقة باش تحرك، يعني عطى إنذار مرة الأولى وعطى إنذار مرة ثانية، والثالثة جات كارثة. اليوم المهم هذا اليوم الناس كاملين مخلوعين، كل شيء خرج يعني الناس حسوا بالخوف، فعلا يعني حسينا بالخوف، حسينا بالخوف من الزلزال. اليوم كنطلبوا الله السلامة والله يفتح بينا. ونبقى في الموضوع ذاته، حيث اتصلت الزميلة منال غطاس بمسؤول في المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بخصوص مدى قوة هذه الهزة، ليؤكد أن الهزة التي سجلت صباح اليوم الثلاثاء بنواحي أكادير لا تدعو للقلق، خصوصا وأنها متوسطة القوة. المركز الوطني لرصد الزلازل تابع للمركز الوطني للبحث العلمي تمكنت من تسجيل هزة أرضية حدثت هذا الصباح في منطقة مجاورة لمدينة أكادير على الساعة 10:15 و31 ثانية. البؤرة بالضبط ديالها جاية في البحر على بعد نقولوا أقل من 15 كيلومتر على البحر. القوة الزلزال تقريبا هي 3.35، وطبيعة الحال بعض الناس كانوا يحسوا بها، ولكن على كل حال يعني الهزة تبقى يعني هزة متوسطة القوة. والهزة جات من بعد هزة أخرى كانت طرات في نفس المنطقة في 29 يناير، طرات على الساعة 4:29:07. القوة ديال الهزة هذه كانت أكثر، كانت شلت بقوة 4.4 على سلم ريشتر. وعلى كل حال الهزة يعني كثر الهزة ديال هذا النهار تبقى زعما محدودة القوة. حنا نتابع الكتاب يعني بواسطة الشبكة الوطنية للزلازل كل الهزات الارتدادية، لحد الآن ما كانش ارتدادات لهذا الزلزال. وإلى مدينة الدار البيضاء، حيث ما زالت أم كلثوم الأندلسي بن إبراهيم قائد الملحقة الإدارية حي النور المركب الإداري بعملة مولاي رشيد بالبيضاء تخضع للعلاج المكثف بمساحة خاصة بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له أثناء تأديتها لمهامها. مهدي اليرتوي أعد لنا هذا التقرير بكاميرا طاهر الودغيري. ضريبة القيام بالواجب المهني، خلاصة حادث خطير تعرضت له قائد بالملحقة الإدارية بحي النور التابع لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان. أم كلثوم الأندلسي بن براهمي تعرضت لاعتداء شنيع أثناء تأديتها لمهامها بالمنطقة المذكورة، وذلك من طرف بعض النساء، حيث كانت تهم بتنفيذ قرار الهدم. صيفطها الوالي او العامل ما عرفتش شكون هو، صيفطها للعافيه، وملي عيطت له قالت له اش كاين واش كاين واش كاين، قال لها ريبي، وملي ريبت
هجوا عليها هذاك جوج ديال العيالات ضربوا لها نصف من داك الشيء الرفيع ودلوات لها العنق. دابا العنق راه عندها بلوكي ما كانت هذا الظهر عندها السنسول ديال الظهر ما عرفاش غتوقف او ما توقفش. حقا هادشي تيأسف ان ضابطه قائده وتتقوم بحمايه المواطنين وتدير الخدمه ديالها تعرض لهذا التعسف ولهذا التكرفيس وهذا وفي اخر المطاف لا احد تيقلب عليها ولا احد تيعرف فين وصلت. عائلة الضحية التي كانت تمارس مهامها بشكل جدي استنكرت ما تعرضت له أم كلثوم مطالبة من السلطات التدخل بشكل عاجل في هذا الملف بعدما تم إطلاق سراح المعتدين بكفالة. الرسالة ديالي أنها بغيت نلقى سيدنا هذه وحده بغيت نتلقى سيدنا ونعاود له هادشي كله ويمكن له هو يفتح المحضر ويقلب ويشوف هاد البنت هادي واش صالحه او ما صالحاش. بغينا هاد الناس المسؤولين ياخذوا لها حقها. هاد الناس اللي تكرفسوا عليها وجلسوا نهار وخرجوا نعرفوهم علاش خرجوا وشكون اللي موراهم. الا كانت هاد السيده تدير الخدمه ديالها هي تدير الخدمه ديالها ولا كانت غتولي فوق ما تخرج دير الخدمه ديالها تكرفص وتجي لدارها ويجيبوها وتجيبها نجيبوها ليزيرجونس ونتكرفصوا حنا وتكرفص هي وتعقد وتجيها صدمات نفسيه فما عاد ما دير بهذه الخدمه كلها. يشار الى ان الاعتداء والضرب المبرح الذي تعرضت له هذه القائد نتج عنه اصابه خطيره على مستوى الاذن والرأس كما أصيبت بكسر على مستوى العنق وهي الآن ترقد بمصحة الضمان الاجتماعي بحي درب غلب. ونبقى في مدينة الدار البيضاء حيث في بادرة إنسانية سابقة بالمغرب أقدم ثلاثة شبان بينهم فتاة صباح أمسنا الاثنين على حلق رؤوسهم تضامنا مع مرضى السرطان. فكرة حلق الرؤوس جاءت بعد امتعاضهم من عدم الترخيص لهم من طرف إدارات المستشفيات في زيارة مرضى السرطان. طاقم شوف تي في التقى بهؤلاء الشباب وأعد هذا الروبورتاج. خدينا كوسيله للتضامن وكمبادره هاد الحلق ديال الشعر حيت كاين كيف ما كيقولوا الناس كلهم كاين بزاف ديال الطرق ولكن انا يتخذ طريقه من الطرق باش نخفف على الناس اي واحد مريض بالكانسير. فكره جاتني من الوقيته فاش كنت كنمشي لديزاسوسياسيون ديال الكانسير كنت كنمشي معاهم تنحضر معاهم لي زاكتيفيتي ولي زاكسيون اللي كيديروا لقيت باللي كنعاون باش ما كان تنمشي وتنضحكوا معاهم تنديو لهم الفلوس تنديروا اللي بغينا تنبقاو تيبقاو دوك الدراري سورتو البنات تيبقاو يشوفوك حتى في شكلكم كوانتيه جايه عندك شعرك وجايه غير تديري شي حاجه وتتمشي من بعد يعني داكشي ما دايمش ليهم. الوغ كان جيت نقول لا راه ماشي انا مع انا عندي شعري جيت عاونتكم ديك المره ولكن هذه المره جاي نضمن معكم بشكل اخر انني غادي نعاونكم نفسيا ونتمنى ان الفكره ديالي توصل لهاد الناس اللي كيعاني وكي اصلا العلاج النفسي ديال دوك المرضى فهو كيشكل جزء كبير من العلاج ديالهم. كان جات زميله ديالي اقترحت علينا هذه الفكره وشفت بانها فكره زعما فكره زوانه وزعما تقدر تنقصوا بها بشي ضروره تكون ماديه مهمه معنويه وغنقصوا بها المتضررين ولا المرضى بهذا المرض ديال السرطان وشفت بانها فكره مزيانه بويسكو زعما قالت لنا كما شرحت لنا اول حاجه شي تدخل عند مريض السرطان اول حاجه شي تشوف اللي تيدير لا شيمي اول حاجه شي يشوف هو الشعر ديالو كتبقى مأثر زعما وتيشوف هو في هذيك الحاله النفسيه الوغ قلنا لا موندغ دي شوز زعما حنا نقرعوا معاهم واخا ماشي شي حاجه اوموا المهم نحسهم زعما راه حنا تنساندوهم. اليوم جينا باش نتضامنوا مع صحاب الكونسير حيت هذه اقل حاجه نقدروا نديروا في حقهم. الفكره جات من عند الاخت كنزه اللي احنا من الجروب شويه من اختك و زعما تنقول بلي هذه اقل حاجه نقدروا نديرها في حقهم حنايا هي نتضامنوا معهم نحيدوا شعرنا حيت الشعر ماشي هو الجمال ديال الانسان. دابا الحمد لله زعما حاسه براسي مزيان بزاف حيتاش مقتنعه ومؤمنه بلي هادشي اللي كندير فيه انا ماشي على قبلي على قبل دوك الناس وانا ليا الشرف وفخر كبير انني نكون تنعيش
هذا الشيء اليوم حيت تنضامن معاهم وباغا نعيش الحاله ديالهم من قلبي زعما ماشي غير هضره كتقال وصافي. وإلى الخبر الاقتصادي، حيث عقدت شركة سهام الشركة المغربية الرائدة في قطاع تأمين الصحة بالمغرب أمس الاثنين بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن إطلاق منتوجها الجديد تأمين الصحة الدولي، والذي يوفر تغطية شاملة لتكاليف الاستشفاء في المغرب وعبر العالم. عبد القادر الفتوكي حضر هذه الندوة وأعد لنا الروبورتاج التالي بكاميرا المهدي المساهم. تأمين الصحة الدولي آخر منتوجات مجموعة سهام الشركة المغربية الرائدة في قطاع التأمين بالمغرب. أعلن عن ذلك خلال ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين بالمقر الاجتماعي للشركة بالدار البيضاء، ترأسه المهدي التازي الرئيس المدير العام لمجموعة سهام المغرب. سهام أسورانس ماروك a fait le choix de lancer un nouveau produit que nous pensons être très novateur. C'est un produit d'assurance santé qui permet aux clients de Saham Assurance Maroc d'avoir le choix de se faire soigner pour les cas d'hospitalisation, soit au Maroc, soit dans à peu près tous les pays du monde, et notamment en Europe. C'est un produit qui offre des plafonds de garantie très importants, jusqu'à 7,5 millions de dirhams par an et par famille, et à des prix très abordables, puisque nous pouvons commencer à le commercialiser à partir de 4-5 000 dirhams pour toute la famille par an. عقد تأمين الصحة الدولي المقترح من طرف مجموعة سهام سيتم طرحه بشراكة مع نيكسكار الشركة الرائدة في إدارة خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها عضوا في مجموعة أليانز الفاعل الأول للخدمات المالية في العالم. فما هي يا ترى الامتيازات التي جاء بها هذا المنتوج التأميني الجديد لمجموعة سهام؟ Les avantages, ils sont avant tout sur un positionnement de coup dur, véritablement de coup dur, en matière d'hospitalisation, bien sûr. L'avantage, c'est le tarif. L'avantage, c'est une assistance aussi au Maroc comme à l'étranger. L'autre avantage, ce sont des niveaux de prestations de soins de qualité, notamment à l'étranger, avec un réseau de soins qui est organisé au travers d'un groupe important qui est Nescare et qui dépend lui-même d'Alliance. Et les avantages ensuite sont sur les facilités administratives d'accès aux soins, notamment par des prises en charge et des sujets de remboursement par tiers payant. المنتوج الجديد والموجه بشكل حصري للأشخاص المقيمين بشكل دائم في المغرب وكذلك للأجانب المقيمين بالمغرب يتضمن عقدين، الأول فردي يتعلق بالأشخاص والثاني جماعي تقترحه مجموعة سهام على الشركات التي تضم 10 موظفين على الأقل، وسيتم إطلاق هذا المنتوج الجديد بشكل رسمي في 6 فبراير الجاري. وإلى الخبر الرياضي، حيث قررت المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنهاء مسار عبد الله بوليفة الحكم المغربي، وذلك بعد الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في مباراة الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي أول أمس الأحد حسب مصادر من داخل المديرية. وبدا يضيف المتحدث نفسه أن رئيس الجامعة فوزي القجع غاضبا على رئيس المديرية الوطنية للتحكيم عبد المجيد بورا، وذلك على عدم توفقه في اختيار الحكام لقيادة أهم المباريات في البطولة الوطنية. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الحصاد اليومي، قدمناه لكم من قناة شوف تيفي. شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله.